بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف مع بعض ملفات الـ IFC ازاي افتحها على برنامج اسمه اريدو. هاجي هنا اقول له افتح لي الملفات، ابدأ اختار بعض الملفات اوريكم مثلا دول واقول له اوبن، فبيبدأ يفتحهم لي. الجزء دوت اللي هو الموديل ببدأ اشوف الملفات، اقدر اتحكم ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش. ده مثلا طور اتحمل، وبعد كده مش هيبقى تبدأ تتحمل جنبيه. اقدر اشيل العلامة بحيث ان هو ما يشوفش الملف دوت. تمام، من هنا ببدأ اقول له اعمل لي زي سكوب بوكس حوالين المبنى بحيث جزء معين بس هو اللي يشوفه. اقفل الملفين اللي اتحملوا دول، ابدا اعمل زي ان انا باخد سيكشن 3D، ابدا اشوف ايه الجزء المعين اللي انا عايز اقطع فيه. اقدر اقول له ازر لكل المبنى او اعمل لي زوم على الجزء اللي انا عايزه بس. اقدر على اي جزء معين اجي عليه وادوس رايت كليك واقول له انا عايز اشوف الجزء ده بس، اعمل لي زوم عليه، او لا ده انا عايز اشوف المبنى كله. اقدر اخد معلومات كتيره عن المبنى من هنا، اي جزء معين عايز اشوفه اخفيه. ملف الـ IFC تقدر تصدره من اي برنامج بيم، ده كلاس تقدر تخفي وتظهر زي ما انت عايز. الانتري اللاير يعني مثلا ممكن اقول له اخفي لي كل الوول او اخفي لي كل الويندوز. الليرات تقدر تخفيها برضو. اقدر هنا اقول له انا عايز اعمل لوك ثرو، يعني عايز امشي جوه المبنى. زي ما انت شايف البرنامج بيتيح لك رؤية ملفات الـ IFC وان انت تشوف اي جزء معين انت عايزه من الموديل من غير ما تكون مسطب برامج البيم زي الريفت او الاركيكاد او التكلا او او او